لما يجي ترامب يعمل القدس عاصمة لإسرائيل، ما هيضرب، ما ضربنا في مأثل يعني كده، ضرب الشرق الأوسط ومصر بالذات، ضربنا في مأثل. فازاي اروح بقى اشجع السياحة عنده؟ يعني مسألة سياسية وطنية. احنا كمان رفضنا استقبال نائب الرئيس الأمريكي لما جاء الأقليات ومش الأقليات، منين انتوا بتسيبوا بيضربونا وبهدلونا، ومنين ما جاي بتتظاهر انك تطالب بحقوق؟ انا مش عايز منك حقوقي، انا حقوقي اخدها في بلدي، من بلدي، من اخويا المسلم اللي معايا. واخويا المسلم النهارده بيعترف لي بحقوقي اكثر من الامريكي. فبالتالي كل التركيبه السياسيه دي مع التركيبه الوطنيه ما ينفعش. لكن احنا علينا ضغط تاني، لما بيجي ابو مازن مصر بيطلب يا جماعه خلوا السياحه تروح مسيحيين زي القدس، لان دول بيعملوا ريفريشنج للاقتصاد الامريكي، للاقتصاد الفلسطيني، لان هم بفضلوا التعامل مع الفلسطينيين المقدسيين. نعم، للمقدسين اهل القدس يعني، اهل القدس الفلسطينيين. ايوه طبعا، يبقى لانهم في القدس القديمه باستمرار. فما بين ضغط ابو مازن او السلطه الفلسطينيه انها الناس دول بيروحوا ينعشوا الاقتصاد الفلسطيني، وما بين الضغوط الثانيه. طبعا يمكن انت فاكر حضرتك لما الشيخ وزير الأوقاف الأزهر الشيخ ده علي جمعة لما راح المسجد الأقصى، شوف هنا الإعلام عمل معاه إيه، يعني بهدله. فالمسألة بمنتهى البساطة، إحنا يعنينا إن ما يعنينيش اليهودي. اليهودي ده عمره لا كان ولا هيكون ليا صديق ولا رفيق، ده تاريخ أسود بيننا وبينهم. اليهودي بشكل عام ولا الصهاينة؟ سياسيا الصهاينة، لكن بشكل عام اليهودي. اليهودي ما يحبش المسيحي، واليهودي دايما يدبر للكذب المسيحي، لان مش هينسى اللي اتعمل فيه في الاندلس.